كان عدد من ذوي الطلبة الأردنيين الذين تعرضوا للاعتداء في أوكرانيا نفذوا وقفة احتجاجية اليوم في ضاحية المرج بمحافظة الكرك للتعبير عن استيائهم اتجاه ما وصفوه بالإهمال الرسمي في متابعة قضية أبنائهم المغدورين. وأكد المشاركون في الوقفة أن الأوضاع الصحية لأبنائهم تزداد سوءا بسبب تدني مستوى الرعاية الطبية في المستشفى الذي يرقدون فيه بحسب ما قاله زملاء أبنائهم في الدراسة خلال اتصالات معهم. احنا اليوم وقفنا امام المحافظة من اجل ايصال رسالة للحكومة من اجل اهتمام في ابنائنا، لانه ابنائنا اللي تعرضوا للاعتداء في اوكرانيا الآن هم تحت إهمال طبي، هناك إمكانياتهم الطبية ضعيفة، نطالب الحكومة باهتمام فيهم طبيا. نحن ندعو من أجل سلامتهم، من أجل المحافظة على أرواحهم، أنهم يصلون يرجعوا علينا سالمين. في حال استقرارهم الطبي نقلهم إلى الأردن، نطالب الحكومة بنقلهم إلى الأردن حال استقرارهم الطبي، ونطالب الحكومة أيضا بدعوة السفير الأوكراني وتقديم احتجاج رسمي. وإذا كان هناك ما في مجال لحماية أبنائنا والمحافظة عليهم، احنا ما بنبعثهم هناك يموتوا، بنبعثهم يدرسوا وعلى أساس يرجعوا علينا حمل الشهادات، مش جثث